السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر تجارة راجعة هي الأيام هي الطعن بالدين. في ظل ظهور أخوة بيدافعوا عن الدين بشراسة، خرج علينا بعض الأشخاص ليركبوا هي الموجة ويمرروا بعض أفكارهم ومعتقداتهم ويطعنوا بالآخرين. اليوم اخترنا لكم شخصية كانت بتقدم برامج سياسية ساخرة وبعدين قلبت على برامج دينية وبجهل، يا ريت بعلم. هاي الشخصية هي أحمد البحيري. لنسمع شوية مؤهلاته ليتكلم بأمور دينية قولي فيها مجلدات. في ناس سألت ايه درجتي العلمية اللي تخليني اتكلم في الدين؟ درجتي العلمية هي اني مسلم، وان المسلم مطالب بانه يعرف دينه كويس عشان يعرف ربه كويس ويقرب منه ويعرف يعبده صح. مش مطالب ابدا بانه يخلي وسطاء بينه وبين ربنا ويقولوا له ما تتكلمش في الدين، الدين ده بتاعنا احنا بس. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده ابدا لما حد من الصحابة سأله مثلا، يعني قال له اوحي هو ام الرأي والمشورة؟ اولا ما بيحق لكل مسلم انه يفتي، لكن له الحق انه يعرف دينه. المشكلة انت ما بتعرف تفرق بين تعرف دينك وبين تفتي، فانت لا عم تتعلم دينك وعم تفتي. فلما تتعلم الدين حق تعلمه وبصير عندك مؤهل علمي فينك تفتي، وراح نبين كيف المسلم الجاهل لما بيفتي بيتخبط. اضف نقطة استشهادك، اهو الرأي او المشورة كان بموضوع دنيوي وما كان بموضوع ديني، فالسؤال الك كان عن فتوى دينية فرحت على موضوع دنيوي الصحابة تكلموا فيه، يعني غيرت الموضوع. اضف قضيتنا بتدور حول الفتوى، انه شخص يتجرع على الفتي في امور قد تضل الناس فيها، لنشاهد كيف بيفخر انه هو بيفتي لو بيتم انه كل المصريين بيفتوا. انا بفتي في كل حاجة، ايوه فندم، انا مصري وعندي حقوق مصرية ومن حقي افتي زي كل المصريين يعني، وبعدين الفتوى مجرد رأي وغير ملزم لحد. طبعا شفنا المقطع، مين قال انه الفتوى هي رأي شخصي لا يلزم احد فيه؟ على شو استندت بهذا الحكي؟ الفتوى هي بيان حكم الله وهو ملزم، والفاتي بيتحمل مسؤولية هذا التبيين. فما هي مسألة انه رأي غير ملزم؟ قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم، فالفتوى هي تبيين لحكم الله والفاتي مسؤول عن هذا الشيء، فكيف تتجرأ وبتقول انه هذا رأي شخصي غير ملزم؟ طبعا راح بلش بعض النقاط لنختصر الوقت. راح نحكي عن كلامه لما كان عم يرد على ملحد وانكر الحدود بحجة انه هي احاديث احاد وحديث الاحاد ظنيت الثبوت. نسمع كلامه لنبين تناقضه. انا مسلم ومش مقتنع ان في حد ردة في الاسلام، لان كلام ربنا واضح لا اكراه في الدين، ولان الدليل الوحيد على الحد دوت هو حديث احد، وزي ما قلنا احاديث الاحد ظنية الثبوت، فلا يمكن ان انت تهدر دم بني ادم على دليل مش اكيد 100%. سمعناها منكر الحدود لان احاديث احد، فنحن علقنا تعليق على المقطع انه كلامه غلط، حطينا العلماء اللي قالوا بهذا القول ولا يمكن انكار الحدود لان احاديث احاد، فرد علينا انه هذا الكلام غير منطقي وما بيثبت شيء كالعاده، وانه راح يرد في المستقبل بحلقه، وقال انه ارائي اللي بشوفوا احاديث الاحاد حجه مبنيه على مغالطات منطقيه، يعني حافظين مش فاهمين. سبحان الله، بنقول له الائمه الاربعه قالوا بهذا الشيء بيقول لنا انه حافظين مش فاهمين، هيك شخص بيتكلم بحق العلماء، شو راح يطلع منه؟ لكن راح تشوف المزيد من التناقضات. بتابع ردوا علينا بيقول انه الائمه الاربعه ممكن يغلطوا، سبحان الله، بيقول بحلقته انه اي شيء ظني لا يثبت ولا يعتبر حجه، وبعدين بيحاججنا بالظن انه ممكن الائمه يغلطوا، فبرد ادله العلماء بالظن، ممكن يكون كلامه غلط، لكن الان راح نسمعكم كميه جهل كبيره الناجعه عن المستوى، فصور حلقه ليرد على موضوع الاحاد، وركزوا لي بالكتب اللي بيعرضها. لكن فرصة المرة دي أعرض لكم آراء علماء من قرون اتكلموا في المسألة دي وقالوا إن أحاديث الأحاد ظنية الثبوت ولا يؤخذ بها في الأمور اللي تحتاج إلى يقين وقطع. المحدث الخطيب في القرن الخامس الهجري خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها، إلى أن قال وإنما يقبل به فيما لا يقطع به مما يجوز ورود التعبد به كالأحكام التي تقدم ذكرها مثل الكفارات والهلال وتفاصيل الحدود. صحيح البخاري في القرن الثالث الهجري كتاب أخبار الأحاد قال فيه باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وما قالش العقائد والغيبيات عشان دي محتاجة قطع. منلاحظ انه أحاديث الآحاد يعمل فيها بالحدود والأحكام الشرعية وهي واجبة، يعني عمل حلقة ليرد على إنكار الحدود لأنها أحاديث آحاد وبده يثبت للعالم انه كلامه صح فرد على نفسه. من تابع عرض كتاب آخر بيقول انه أحاديث الآحاد يؤخذ فيها بالأحكام والحدود، من الأحكام اللي البحيري أنكرها حد الردة وحد الرجم لأن أحاديث أحاد. وطبعا عرض كتب كتيرة وكلها بتقول نفس الحكي، لكن رح نختصر من بين كسبه. نسمع هون شو بيقول. الكرامستي بيقول وخبر الواحد لا يوجب علم اليقين ولا الطمأنينة بل يوجب الظن. الفخر الرازي في القرن السابع الهجري يقول إن خبر الواحد إما أن يكون مشتملا على مسائل الأصول وهذا باطل، لأن تلك المطالب يجب أن تكون يقينية وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. شفتوا كيف ما قرأ أنه جمهور العلماء قالوا أنه يجب العمل به وانتقل لكتاب تاني مباشرة؟ بتمنى يكون هدفه واضح. راح نشوف تناقض تاني.
وهذا الشيء طبيعي لشخص لا يعرف قراءة القرآن حتى، فبينصب المرفوع. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. وإن أحد من المشركين والطريف إنه بيدعي البحث وبيقول إنه ما بيحتاج بشيء إلا يكون قطع الثبوت. لا، وبعدين بحاجة ملحة بروايات ضعيفة. مثلا لا يوجد حديث واحد بحدد عمر أم المؤمنين خديجة لما تزوج النبي، ومع ذلك بيقول للملحد إنه النبي تزوجها أكبر منه ب15 سنة تقريبا. طيب على اي اساس عم تحرج الملحد شيء ما قطع الثبوت، خصوصا في فتره الشباب اللي اختار فيها الزواج من امنا السيده خديجه واللي كانت اكبر منه ب 15 سنه تقريبا. من تناقضاته لما تم سؤاله انه شخص بيعتقد بشيء لكن نيته شيء ثاني، فقال انه يحاسب على نيته. ما اعتراضي على الجواب، وانما شو دليله؟ في القران لا يوجد دلاله داله على هيك شيء، وانما بالاحاديث، مثل احاديث انما الاعمال بالنيات، وهذا حديث احاد، فهو بينكر أحاديث الآحاد ظنية الثبوت وبيجاوب جواب ظني في أمر عقائدي. هل سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى على اعتقاد نعتقده حسب صحة الاعتقاد أم حسب صدق نيتنا؟ مثلا هل يستوي من اعتقد بنظرية التطور وبأنها لا تتعارض مع وجود الخالق مع من لا يعتقد بنظرية التطور من باب قدرة الخالق على الخلق بيكون فيكون؟ يعني أولا في ظني واعتقادي أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الناس على النوايا، على الصدق في النوايا. فلو الاثنين صادقين في النية فهم سواء في هذه الحالة. يعني أنا قلت أولا ما فيش أصلاً، هي بس كده. يا سبحان الله، وقت اللي بده بيمشي الظن يكون جواب على سؤال، وقت اللي بده ما بيمشي الظن كجواب على سؤال. تناقض آخر ببين جهله، موضوع الولاء والبراء. مرة بيقول إنه كل الآيات بتدل إنه الولاء والبراء في المواضيع السياسية، ومرة بيقول لا هو في الأمور الدينية. ولاحظوا طريقة كلامه بثقة، ومتعجب والله من ثقة الناس بجهله. منشوفه منرجع. أما عن قضية الولاء والبراء، ففي النقطة دي للأسف علماء السلطان ما قدروش على الحمار فتشطروا على البردعة. الولاء والبراء لو تتبعنا كل الآيات اللي بتتكلم عنه في القرآن وشوفنا أسباب نزولها وسياقاتها هتلاقيها كلها بتتكلم عن المعاملات السياسية. كلام صريح في أن المراد هو الولاء لدينهم، ويقول في آية أخرى غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهودا أو نصارى. برضو كلام صريح من الطبري أن الموالاة في الآية من المنافقين، وحقيقة حال المنافقين أن هم لا يوالون إلا من أجل نصر دين الكفر. عشان كده رشيد رضا في تفسير المنار بيقول وقد قيد ابن جرير الولاية بكونها من أجل الدين كما كانت الحال في ذلك العصر، إذ قام المشركون وأهل الكتاب يعادون المسلمين ويقاتلونهم لأجل دينهم. وبعد ما تم فتحه تبين انه بغير رأيه وبتخبط في الكلام، وهذا دليل انه بيتكلم من دون علم ولا دراية. رح ننتقل لموضوع تطاول على العلماء اللي لولاهم ما عرف حديث احاد من غيره ولا عرف شيء في الفقه، ولما قرأ كام صفحة صار يتهجم عليهم. بيقول انه هن ناس فاضين ما شافوا شيء مفيد يعملوا، فقعدوا يصنفوا الناس ويسرطنوا الاسلام. وهذا الكلام قاله لما سأل عن التقسيمات اللي قسمها العلماء شيعة سنة مرجئة وغيره. ما بعرف هل يريد اعتبار اللي بيسبوا الصحابة وبيطعنوا في عرض النبي مسلمين اسلام صحيح؟ هل يريد اعتبار اللي بيطوف بالقبور وبيشركوا بالله؟ هل تريد اعتبار كل هدول المسلمين عشان يطلع لك امك وكتيل؟ بدل ما تقول الله يجزيهم الخير حفظوا الامة من كل شخص دخيل على الاسلام بده يحرف ويعدل عليه، وحذروا الناس منه وقالوا انه هذا الشيء ما من الاسلام. سبحان الله، تخيل هيك اصناف عم تقيم العلماء. لنشوف المقطع ونرجع. بخصوص التصنيفات اللي وضعها العلماء والشيوخ للعقائد عبر التاريخ زي اهل السنه والمبتدعه والمرجئه الخ، يعني والله انا رايي ان هم كانوا ناس فاضيين الصراحه، ما لقوش حاجه مفيده يعملوها، فبعد ما سرطنوا الاسلام باضافات بشريه خلوها جزء منه مش اجتهادات كده مستقله بره، انشغلوا بتصنيف بعضهم البعض بالصراعات الفكريه الفارغه. اضف انه هو بيشوف الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف سياسي، وبكل بجاحه رامي ورا ظهره طعنا للنبي وانه ما بلغ كل اوامر الله، وهي انه علي احق بالخلافه، وشتم لام المؤمنين عائشه اللي برأها الله في كتابه واللي يعد طعن في القرآن، وغيرهم من المصائب العقائدية الشركية مثل استنجادهم بعلي والحسين وغيرها كتير نحن ما بصد عدا. فبيرمي كل هذا وبيقول لك الخلاف سياسي، هان عليه دينه. ده العلم يا أستاذ مفتي، الإيمان بالله ورسوله وكتابه لا يجعل الشخص مسلم، لأن المنافقين كانوا يؤمنوا بالله ويؤمنوا بالنبي، لكن الاختلاف عن المسلمين في التطبيق وترجمة هذا الإيمان القولي لعملي. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لنشاهد شو قال ونرجع. أستاذ يوسف عباس، بخصوص الشيعة والسنة، فالخلاف بينهم خلاف سياسي في الأساس مش خلاف ديني. يعني حضرتك موحد بالله ومؤمن برسوله وبكتابه، اللي بعد كده كلها خلافات سياسية واستغلال من رجال الدين لثقة الشعوب فيهم. ما رح نطول أكثر من هيك، مع أنه عندنا عشرات المقاطع اللي بتبين تناقضاته وانحطاط طرحه وتجرأه في الفتي في أمور أكبر منه. والهدف من الحلقة تنبيه الناس عدم الانجرار وراء السراب اللي بيعمله. فما يعني إذا طلع شخص دافع عن الدين بموضوع ما يعني إنه خلاص صار كلامه صحيح ثقة ممكن ناخده. لا، لازم تدققه وتركزه بكل كلمة،
ولا تسلموا عقولكم لأي شخص حتى دققوا بكلامنا، ونحن ما بنرضى لأحد إنه يكون مجرد سامع، وإنما باحث. اعرف دينك صح وعرف عقيدتك وما تلوثها بالتمييع. ونقطة أخيرة بختم فيها، لو طلع البحيري وقدم اعتذار فهذا ما يعني حل المشكلة، نحن ما بدنا اعتذار وإنما اعتزال، والكلام موجه لكل شخص كشفنا حقيقته، والاعتذار ما بخلينا نأتمنه مرة تانية، يعني بصير فينه يستمر بطرح الفكر بأسلوب خبيث تاني، ورح نضطر نتابعه لندقق بكل كلمة بيقولها، ونحن ما عنا وقت، فالاعتزال أفضل طريقة، وشك إنه يعتزل، لكن هذا اللي ممكن نقبله من كل شخص بضل الناس وبينفضح. ولهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا، ولا تنسوا تعملوا مشاركة ليصل المقطع لأكبر عدد ممكن تستفاد الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.